نشأنا جدودنا وجدود جدودنا طلعوا على الرواح، وهذه عادات تقاليد قبيلة الشروح من قديم الزمن. اليوم قسمت أربعة أقسام: سارح وصادر ورواح وساري. وهو سيروخي هذا بعض صلاة الفجر من 9 هذا سيره. وهو صادري هذا صادر. ومن بعد الرواح وهو الرواح هذا بعض الظهر. ومن بعد المغرب وهو سيري قسمت الوقت لأربعة. نبتدي صف واحد لين 20 دقيقة 10 دقائق، بعدين يغلو 3 ويردوا مكانهم، ويغلو 3 التانيين ويردوا مكانهم، لازم يغلو 4 ولا 3. وين يكمل الصف؟ من كم 5 دقائق وندور حلقة نسميها حلقة الطابع. هنا يكمل، هنا يدور واحد اللي يوصل منها ويرجع نفس الشيء. وزيه ويرجع مكانه ليه يكمل الفر. فر 20 فر 15 فر هذا فر طبل. يك شيخ تستقبله بالطبل، هذا نفس الشيء. مناسبات وقت الأعياد وقت الاحتفالات وقت احترام الضيف هذا يجينك تستقبله بالطبول، هذا بالطبل.